لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف، ونبدأ بالعناوين. في موقع الهيئات، خبراء اقتصاد: حديث السلطات الحكومية عن الطاقة المتجددة في العراق هو تخدير إعلامي. في موقع يقين نت، مئات الخريجين يغلقون مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على البطالة. موقع عربي 21، قصف أمريكي على سد الطبقة بسوريا كاد أن يتسبب بكارثة. في شفق نيوز، الكشف عن تلاعب وتزوير بملياري دينار في صحة الأنبار. في صحيفة العربي الجديد، أوكرانيا: خطوة واشنطن بسحب عائلات الدبلوماسيين سابقة لأوانها. في صحيفة القدس العربي، العراق: الاتحاد الكردستاني يرشح برهم صالح لفترة رئاسية ثانية. ومجلة فورين بوليسي: خامنئي ورئيس نسيا سر طول عمر الجمهورية الإسلامية ويقودانها إلى النهاية. السلام عليكم. عن الطائفة والمؤسسة العسكرية العراقية، كتب جاسم الشمري بخصوص العوامل التي ساعدت على نمو الطائفية في العراق: كما هو معلوم أن الدول التي تعيش في ظروف غير طبيعية تبرز فيها العديد من الظواهر، ومن أهمها الطائفية التي هي من أكبر معاول تهديم النسيج الاجتماعي. ويمكن هنا إجمال أهم العوامل التي ساعدت على بروز أو نمو ظاهرة الطائفية في المجتمع العراقي على النحو الآتي: اعتماد غالبية الأحزاب السياسية العراقية على الانتماء الطائفي والعرقي للوصول إلى البرلمان والسيطرة على الحكم بديلا عن البرامج السياسية. دور قوات الاحتلال الأمريكي في نشر الطائفية لتفتيت المجتمع، وقد علمتنا التجارب أن القوات الأجنبية المحتلة لا يمكن أن تكون عاملا مساعدا في الدول التي تقع تحت سيطرتها، وهي حريصة على إشاعة الفتن الدينية والمذهبية والعرقية والقومية من أجل تفتيت الشعوب وفقا لسياسة فرق تسد، حتى تتمكن من بسط سيطرتها وعدم محاولة مقاومتها. ولذلك فإن المستعمر الأمريكي لما فشل في لبننة العراق عن طريق إثارة الحرب الطائفية، غدا يسعى لأفغنة العراق وتنصيب كرزاي جديد لتحقيق أهدافهم في المنطقة. ضعف النظام القانوني والقضائي الذي يعاقب من يحاول إثارة النعرات الطائفية، وعدم مقاضاة الخطاب الطائفي، وكذلك غياب المؤسسات الحاكمة في الدولة العراقية التي تسير الوضع بالاتجاه الآمن بسبب شخصنة الدولة، انتعاش مبدأ الهويات الفرعية والتمثل السياسي الطائفي، وغياب اتفاقات من النوع السياسي وحجب التوازن السياسي العراقي الدقيق، اعتماد المؤسسة الأمريكية مبدأ تفتيت الوحدات السياسية وتهميش القوى الأخرى، وتشكل الدولة العراقية الحديثة على المؤسستين العشائرية والطائفية. ولهذا رأينا أن غالبية أنظمة الحكم في العراق بعد عام 2003 سعت لإثارة الفتن الطائفية بين العراقيين الذين لم يعرفوا طوال تاريخ العراق الحديث فتنة طائفية، واعتماد المؤسسة الأمريكية مبدأ تفتيت الوحدات السياسية وتهميش القوى الأخرى، وتشكل الدولة العراقية الحديثة على المؤسستين العشائرية والطائفية. يقول الكاتب فلاح حكمة في مقال عن الاقتصاد العراقي: منذ عام 2003 تحولت خريطة العيش العراقية إلى جحافل من الموظفين المليونيين المسرنمين الذين يتقاضون رواتب مليارية من غير صناعة اقتصاد حقيقي. نحن نتغالب على الريع النفطي بأشكال عدة، ظلت الأحزاب تتغالب على الإمساك بدفة السلطة، وما يتبع هذا من القبض على موارد الريع النفطي وتوزيعه بما يخدم التوجهات الأيديولوجية لتلك الأحزاب، ثم صارت الوظائف توزع لاعتبارات حزبية بعيدة عن معايير الكفاءة. إنها لعبة صفرية قانونها العام: احصل على كل شيء وإلا فستخسر كل شيء. بعد الاحتلال الأمريكي تحول إلى اقتصاد بلا هوية يعاني تشوهات هيكلية خطيرة لا تنفك، تتضخم باضطراد جوهرها الترضيات،
الزبائنية بموجب التوصيفات الدقيقة التي تفتقر للعدالة لشرائح معينة فضلاً عن ماراثون من الفساد غير المسبوق. الاقتصاد الريعي يتقاطع مع جوهر النظام الديمقراطي الذي يمثل اللافتة العريضة المدعى لمنظومة حكم ما بعد 2003، لأن المعادلة الريعية هي من يمسك بزمام الريع يمسك برقبة الحكم برمته، وهذا ما يتقاطع بصورة جوهرية مع نظم الاقتصاد الليبرالي القائم على التمويل الضريبي. النموذج الأساسي الذي يحتكم إليه الاقتصاد العراقي بعد مرحلة الاحتلال الأمريكي 2003 هو نموذج اللعبة الصفرية الصارخة والكاملة بعد أن كانت جزئية قبل عام 2003. من يملك كل موارد الريع يرى في نفسه سيداً يتحكم بأرزاق البشر، وهنا تدخلت الهيمنة السياسية مع القبضة الاقتصادية، فصار الريع يخدم الرؤى السياسية القاصرة التي تقزمت وانتهت إلى لاهوت اختزالي قبيح. تخلت الدولة عن كل مظاهر برامج الرعاية الاجتماعية التي عرفنا جوانب منها في حقب سابقة، برامج الإسكان واسع النطاق، القروض الخاصة بالقطاع الخاص، التعليم المجاني والتطبيب المجاني. وصارت المعادلة هي التالية: أنا الحكومة أمنح رواتب لموظفي الدولة الذين تضخمت أعدادهم المليونية بسبب رغبة طيف سياسي في الإجهاز على الوظائف العامة وتجييرها لخدمته بما يوازي فعل رشوة على نطاق عام. الحالة أقرب إلى لعبة فوضوية لا أحد يهتم بنتائجها. الاقتصاد العراقي بركة آسنة من الهدر والفساد وسوء الإدارة وافتقاد الخطط. لسنا اقتصاداً ينفع معه بعض إجراءات السياسات الاقتصادية الكينزية التي شاعت عقب الحرب العالمية الثانية، لأن معضلتنا ليست اقتصادية خالصة بقدر ما هي معضلة سياسية اقتصادية سيوسولوجية مركبة متعددة الوجوه. نبقى مع مشاكل الاقتصاد ومقال الكاتب فلاح حكمة: نحن اقتصاد ريعي قائم على موارد تحت أرضية النفط والغاز إلى آخره، ولسنا في موضع أن نكون منافسين في سلع تصديرية محددة سوى النفط والغاز. حتى الزراعة الكثيفة واسعة النطاق التي كانت ميزة حصرية للعراق في منطقة الشرق الأوسط تراجعت حتى انتهينا لمستوردين لغذائنا. ضرورة أن نكبح الضغوط التضخمية وأن تركز الدولة التي نفترض فيها أن تكون دولة رعاية اجتماعية على تقديم الخدمات بدلاً من تعظيم الرواتب المليونية التي ستكون وقوداً لصراعات مجتمعية لا حدود مرئية لنهايتها. تلك هي أدنى مراتب العدالة الاجتماعية. الحديث عن الاقتصاد الحر ورافعاته الجوهرية السوق الحرة في هذه المرحلة العراقية هو تكريس لمغالبة مافيوية اعتادت السرقة. لن تنفعنا اليد الخفية أو اليد المرئية في تعديل معوج من السياسات. لابد من سياسة حكومية تدخلية، وإلا فستكون سياسة السوق الحرة ملعبة محتكرين للمنافع التي يجود بها عليهم الريع النفطي عبر الاختلاس والسرقة المكشوفة وتبييض الأموال في هيئة مطاعم ومولات، حتى بات الجميع يصف بغداد بأنها صارت مستوطنة مطاعم ومولات. ضرورة الدخل الأساسي بيسك إنكم لكل فرد وعلى الأقل لفترة انتقالية قبل الشروع في رسم معالم خريطة اقتصادية جديدة. كيف يمكن القبول بأن يستفيد الموظفون دون غيرهم من أموال الريع النفطي؟ وماذا عن الملايين الهادرة من الخريجين الجدد كل عام؟ بل وحتى غير الحاصلين على تعليم أكاديمي أو مهارات مناسبة، أليسوا عراقيين؟ ألا يحق لهم نصيب معلوم من طيبات الحياة؟ ألا يستحق الجميع تقاعداً معقولاً بعد عمر محدد سواء عملوا موظفين أم لم يعملوا؟ لابد من عمل الثروة بدل الاعتياش على الريع النفطي كما تفعل الطحالب والبكتيريا الطفيلية، وهذا ليس من باب العصامية الأخلاقية بقدر ما سيكون صياعاً واجباً للحقائق المستجدة في عالم الغد الذي سيشهد مصادر طاقة غير أحفورية، وليس بعيداً ذلك اليوم الذي سيشهد فيه تقافز أرباب المافيا العراقية.
كشفت منظمة OCHA وهي معنية بالشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الجديد حول الاحتياجات الإنسانية للعراق خلال عام 2022، كشفت أن التحليلات تشير إلى أنه سيبقى هناك 1.5 مليون شخص تقريبا في حالة عوز وبحاجة لمساعدات إنسانية خلال العام الحالي، بعد أن كان عددهم بحدود 4,100,000 شخص خلال عام 2021، مسجلا ذلك انخفاضا بنسبة 41%. الكثير من العوائل التي بقيت في مخيم عمرية الفلوجة تواجه تحديات خاصة تجعل من فرصة عودتها لمناطق سكنها الأصلية معقدة وصعبة التحقيق، حيث أن 50 عائلة منهم هي من سكنة منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وهي منطقة تسيطر عليها فصائل مسلحة منذ انتهاء المعارك مع تنظيم داعش وتمنع سكانها النازحين من العودة إليها، وأن هناك 120 عائلة أخرى تعاني من عدم تمكنها من الحصول على تراخيص ضرورية من السلطات تمكنها من العودة لمناطق سكنها الأصلية، وذلك لأسباب متعددة يتعلق قسم منها بنزاعات عشائرية واعتبار تلك العوائل لها صلة بداعش. وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى نزلاء مخيم عمرية الفلوجة السابقين، فإن هناك ما يقرب من 15,000 نازح يعيشون في مواقع نزوح غير رسمية قرب مخيم عمرية الفلوجة ويعانون من ظروف معيشية صعبة ويعتمدون على ما تقدمه لهم منظمات إنسانية، وأن أغلبهم غير قادر أو غير راغب بالعودة لمناطقهم الأصلية لأسباب تتعلق بتعرض مساكنهم للدمار. ويعاني النازحون المقيمون في المخيمات من تدني في الخدمات بسبب قلة التخصيصات المالية وانقطاع المساعدات المستمرة من الحكومة، وتشير التقديرات إلى أن من بين 1 مليون نازح يعيشون خارج المخيمات، فإن 55% منهم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية خلال عام 2022، وكذلك فإن معظم العائدين من النازحين البالغ عددهم 1,700,000 شخص لا يزالون يعانون من احتياجات إنسانية بسبب الأوضاع التي يعيشونها في مناطق عودتهم بدون خدمات أساسية ولا عيش كريم يلوح في الأفق. نشر موقع TRT World التركي تقريرا سلط الضوء على الجهود الرامية إلى ثني بشار الأسد عن إغراق منطقة الشرق الأوسط وبالمخدرات، وقال الموقع في تقريره إن هذه الجهود تقابل بعناد وإنكار من جانب النظام السوري، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى أي نتائج ملموسة. ويرى الموقع أن محاولات حث النظام على التخلي عن هذه التجارة التي تدر مليارات الدولارات لن تكون مجدية، لأنها تهدد مصالح المجموعة الأكثر تشدداً في صلب النظام السوري، ولن تقابل إلا بإنكار معتاد لطالما سعى بشار الأسد إلى مواصلة سياسة والده، والتي تستند إلى حد كبير على القدرة على تقديم نفسه باعتباره رجل إطفاء لحرائق المنطقة، رغم أن جزءاً من تلك الحرائق هو السبب في اندلاعها. على المنوال ذاته من المرجح أن تحتفظ دمشق بسيطرتها على شبكات تجارة المخدرات وتستغلها كأداة تفاوضية ضمن جهودها لاستعادة الاعتراف الغربي بالنظام. وفي هذه الظروف يبدو انتزاع تنازلات حقيقية من دمشق أمراً في غاية الصعوبة، وهو ما يشهد به أقرب حلفائها. وقال السفير السوفيتي السابق في دمشق نور الدين مختدينوف ذات مرة إن سوريا في عهد حافظ الأسد تتقبل كل شيء من الاتحاد السوفيتي ما عدا النصائح. ويعتقد بشار الأسد أنه قادر على الاستفادة إلى أجل غير مسمى من موقعه الفريد في منطقة الشرق الأوسط واستغلال التناقضات بين مصالح القوى المختلفة للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية وتجنب تقديم أي تنازلات، ومن المرجح أن ينطبق ذلك على معظم الملفات المطروحة حالياً في خضم المفاوضات لإعادة تأهيله على الساحة العربية بعد 10 سنوات من العزلة الدولية. وبالتالي من غير المتوقع أن يتعاون دكتاتور دمشق لإيقاف تجارة تدر عليه وعلى حلفائه أرباحاً طائلة بحسب الموقع.
كشفت تقارير صحفية أن القصف الأمريكي لسد الطبقة على نهر الفرات في الشمال السوري أثناء الحرب على تنظيم الدولة داعش في سوريا كاد يؤدي إلى انهيار السد ومقتل عشرات وقالت عشرات الآلاف. وقالت الصحيفة صحيفة التايمز إن قوة خاصة أمريكية سرية كادت أن تتسبب في كارثة هددت عشرات الآلاف من الأرواح في الحرب ضد تنظيم الدولة بقصف السد السوري الذي كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد استبعدت من قائمة الأهداف. وبحسب التقرير الجديد فإن الهجوم وقع عام 2017، وفي ذلك الوقت أصرت الولايات المتحدة وحليفتها قسد على استخدام القوة الخفيفة فقط للاستيلاء على السد، فيما قال قائد قوات التحالف في سوريا والعراق ستيفن تاونسند إن مزاعم تورط الولايات المتحدة بقصف السد تستند إلى تقارير مجنونة. ووفقا لتحليل أجرته نيويورك تايمز التي كانت تدرس سلسلة من الضربات الجوية الأمريكية ضد تنظيم الدولة، ذكر أن 3 قنابل تزن 2000 رطل بما في ذلك واحدة على الأقل خارقة للتحصينات تم استخدامها خارج التسلسل القيادي العادي، ودمر الهجوم آلية السد مما تتطلب إجراءات طارئة لمنع فيضان أكبر خزان سوري، بحسب التحليل الذي أضاف أن قنبلة خارقة للتحصينات بوزن 2000 رطل فشلت في الانفجار. وذكر تقرير عسكري أنه إذا حدث بالفعل وتهدم السد فربما كان سيؤدي ذلك إلى إغراق البلدات عند المصب وقتل العشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الناس. ودمر القصف الآلات التي كانت تدير السد، وارتفعت مستويات المياه بسرعة 50 قدما، وقطعت السلطات التركية عبر سدودها على نهر الفرات سيل المياه إلى سوريا لإبطاء التدفق، وفي النهاية تم طلب وقف إطلاق النار ليوم واحد بوساطة روسية للسماح ل16 مهندسا من جميع الأطراف بالعمل معا للحصول على رافعة لرفع بوابات الفيضان. عثرت الشرطة الهولندية في مدينة أمستردام على مسافر مختبئ في العجلة الأمامية لطائرة شحن آتية من جنوب إفريقيا، ويعتقد أن الرجل مجهول الهوية تسلل إلى عجلة الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرغ بحسب الناطقة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية. وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس بريس أنه تم العثور على الرجل حيا في مقدمة الطائرة ونقل إلى مستشفى في حالة مستقرة. ولفتت الشرطة إلى أنها فتحت تحقيقا في هذا الحادث، وقالت من المذهل أن الرجل ما زال على قيد الحياة. هذا ويبلغ متوسط وقت الرحلة بين جوهانسبرغ وأمستردام نحو 11 ساعة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.